إطار حرص وزارة الداخلية على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، أطلقت الوزارة المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية، وتستمر فعاليتها من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان. المبادرة بتوفر للعملاء جميع الأصناف الاستراتيجية بأسعار خاصة ومتوفرة بكميات كبيرة. نشكر طبعا وزارة الداخلية والسيد رئيس الجمهورية على الاشتراك في المبادرة وبتوفير السلع وبالأسعار المميزة دي. أي مواطن هيخش سلسلة معلقة شعار مبادرة كلنا واحد هيلاقي فرق تخفيضات كبير جدا بالنسبه للسلع الموجوده، واهم من التخفيضات هي اتاحه السلع بكل انواعها بكميات يحتاجها المواطن في داخل رمضان. نشكر وزاره الداخليه وسياده الرئيس على دعمهم لينا للمشاركه في مبادره كلنا واحد للمره الاولى للمساهمه في التخفيف عن المواطن المصري والمساهمه بتقديم افضل المنتجات بافضل الاسعار وتخفيضات كبيره خلال الفتره الحاليه حتى نهايه شهر رمضان ان شاء الله. ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت مشاركتهم من منطلق وطني وبالتنسيق مع وزارة الداخلية حرصاً على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وجميعها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها. المبادرة دي هي الداعم الحقيقي للمواطن المصري في الأسعار، وفي نفس الوقت هي المنافس القوي للسوق الموازي. وجود البضائع عندنا بكميات كبيرة وبكميات ضخمة بيدي رسالة طمأنينة للناس كلها. والله في كل حاجة، بس أنا خدت اللي أنا عايزه بس السكر والرز. بصراحه موفرين كل حاجه، والسلع والرز والسكر كل حاجه متوفره، والسمنه والزيت وكل حاجه متوفره. بودره زي الفل والحمد لله، الحاجات متوفره، السكر ب 27 والرز ب 25. شكرا للسيد رئيس الجمهوريه على مبادره كلنا واحد، والسلع الحمد لله متوفره. بودره كويسه وفيها كل حاجه رخيصه، رز 25 السكر 27. المبادرة دي جميلة كلنا واحد، دي حلوة، بس عاوزينها تستقر، مش أيام رمضان وبس، احنا عاوزين أيام رمضان وفي العيد الكبير والعيد الصغير، ليه في استغلال بره؟ مبادرة طيبة وجهد مشكور من وزارة الداخلية توفير السلع. وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة، كان الإقبال على شراء السلع المعروضة في إطارها والتي تتسم بالوفرة والجودة والأسعار المخفضة، والتي تمكنهم من شراء متطلباتهم بأقل تكلفة قبل بداية الشهر الكريم وخلاله. نزلت النهاردة معرفة مبادرة كلنا واحد هتبدأ النهاردة، نزلت أجيب احتياجات المنزل، وصراحة لقيت كل حاجة متوفرة هنا. نعرف السلع التجارية جنبي، الرز والسكر وكلها بأسعار جميلة، أسعار أرخص من بره. نشكر الرئيس السيسي، رئيس عظيم والله، عمل لنا المبادرة كلنا واحد، جعلت كل فئات الشعب تشتري كل الأصناف وبأسعار مخفضة جدا. مبادرة كلنا واحد مبادرة كويسة جدا، بحيث إن احنا بنلاقي كل احتياجاتنا بأسعار مخفضة جدا عن اللي موجود في الأسواق بره، بنلاقي كل السلع اللي احنا محتاجينها. أنا استفدت جدا جدا من المبادرة، غير اي سعر بره خالص، جبت سكر ومكرونه والرز واليميش رمضان كله، بجد الاسعار فعلا فعلا جميله. في هذه الاثناء تواصل منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه توفير كافه انواع السلع من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه باسعار مخفضه. كما قامت منظومة أمان بطرح عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. ملامح
المنافس زمان كلها ان شاء الله يعني الحمد لله كل حاجه فيها اسعار ارخص من بره، وكل حاجه موجوده فيها ومتوفره فيها. لا سعر الكرتونه موفر كتير عن بره واسعار رخيصه في امان بصراحه ربنا. حاجات اللي هو في منفذ امان بصراحه بنشوفها احسن من بره، والجوده بتاعتها بتبقى زيها زي احسن من حاجات كتير بره، وبالنسبه للكرتونه بتاعت كلنا واحد كويسه جدا واسعارها فعلا فرق كتير جدا. تعد مبادرة كلنا واحد داعم اجتماعي رئيسي للمواطنين في كافة مراحلها، حيث تحرص وزارة الداخلية من خلالها على دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم وتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية لهم. لو